دكتور مصطفى، حضرتك طبعا يعني قابلت ناس كتير جدا أثناء يعني مسيرة الحياة الحافلة دي، مين من الشخصيات اللي توقفت عندها؟ كان يعجبني من الحكام العرب الملك حسين بن طلال، كان يعني أعتقد أنه داهية وقادر على المناورة، وفي نفس الوقت كان محبا لمصر. ودي مسألة كانت يعني، وأنا مولود معاه في نفس اليوم مع اختلاف السنين 14 نوفمبر. إنما أستطيع أن أقول لك أنه كان من الناس اللي بتلفت نظر، يعني لفت نظري جدا، ناس كتير مش واخدة بالها من ده، أنه لما تقعدي مع صدام حسين يخيل إليك أنه مفكر سياسي هادئ، ولا تتخيلي أن هذا الرجل يصدر أحكام الإعدام كما يتنفس. ففي السياسة لها وجهين دايما. على المستوى الداخلي بقى يعني فيها عناصر كثيرة جدا تأثرت بيها. أنا كنت بحب قوي أستاذي وأستاذك رفعت المحجوب على أساس، وبلدياتك أنت، بلدياتك أنت كمان. أيوة. لأنه رجل أنيق العراق، عبارة أنيق الفكرة، أنيق التصور، شخصية فذة للغاية. بطرس غالي طبعا، أستاذ أساتذتنا كلنا، كبير طبعا. وكان قادر على توزيع المهام والبحث عن الميزة النسبية لدى كل شخص ليبحث في موضوع معين. دي ميزة الدكتور بطرس عليه رحمة الله. فدي من الناس اللي أنا تأثرت بيها كثيرا. أسامة الباز بقى، أيوة، أنا بعتبره أستاذي ورائدي ومعلمي، يعني هو أدين له بالفضل، وكنت أقول ذلك. أنا عايز أقول لك حاجة، يوم ما أعلن تركي للرئاسة رأيته وقد دمعت عيناه. مش واحد يعني بفرحان إن كان تلميذه جه وعمل زحم الدنيا ومشي، لا، وكان يعطيني النصيحة المناسبة ويعطيني المساحة لأتحرك فيها. وفي مرحلة معينة كنت قريبة من الرئيس بحكم عملي أكتر، متواجد طول اليوم وهو لا يعني الكبير كبير.